اتمنى اشرح لك اللي صار. تفضل. بالامس احتجينا وانسحبنا، اليوم ايضا اكو مظاهره كبرى، انا راح اكمل البث على تحكم بيهم الشباب. اليوم تم اللقاء، حتينا بكل الامور. المشكله انه انا اطيح، انا انسان بسيط اطيح الاول منطقيه، هو يحكي لي بالمشاكل، فجزء اللقاء هو ما راح يحل المشكله مال الكهرباء للعلم، بس هو رجل ده يعطينا مشاكل. فانا قلت له سياده المدير، مو انا تعطيني مشاكل، انا اصلا جاي اعطيك حلول. فطيناهم حلول، الحلول انه الخط الايراني يربط على قضاءين، والخط الوطني يربط على قضاءين، زين، ومحطه الغاز تتفعل وهم تطينه. فالرجل نحكي وياه، قلنا له خطوط الطوارئ تلغي من بيوت المسؤولين ومن بيته، هو بيته مربوط على الطوارئ، وتتحول للمستشفيات ومشاريع المي. قلنا لهم خفض اجور الجبايه، قبل كانت الجبايه في ديال شهر او 3 شهور، مو طلع الكاظمي وقال راح تتخفض الجبايه وهاي السوالف، ما يصرح في الإعلام، لا يطبق على أرض الواقع. أستاذ إحنا من 2003، إحنا بال 2003 سمعنا العراق الجديد، بالتالي إحنا رجعنا العراق بالمهفة. صار العراق الجديد، أنا سيدك مو أقول لك، أقول لك محمد، شايف المودة، بس خل أقاطعك، شايف المودة. نعم. المودة تطلع مودة 70 ومودة 80، تجينا البناطير هسة والقمصان وما أعرف إيش، هاي شنو هذا؟ والله مودة 80 جبناها عدناها وسوينا. ما نفس الشيء. نعم. العراق الجديد. نعم. يعني هذا ما قبل الإسلام تجيبونه يا. اليوم رسالة إلى رئيس الوزراء من خلال برنامجكم، ملت الشعوب من التنظير، ملينا من كتابنا وكتابكم، ملينا من لجانكم وأعلامكم. اليوم المواطن يريد واقع. أمس رئيس الوزراء يقول أنا لا أمتلك الحلول السحرية. لا حبيبي، أنا يلا أنت مو تريد مصباح سحري، أنا مواطن، أنا علاء الدين طلعت لك. الموضوع مو صعب، طاقة شمسية عندك، شمس قوة عندنا، وعندنا نهرين، أجيب محطات تعتمد على الطاقة الشمسية. منو يخلي محمد؟ منو يخلي؟ أنت بس تعرف بس تعرف إنه العراق من بين 6 بلدان تستورد كهرباء. نعم. من إيران العراق. نعم. نمبر 1. نعم. نعم أستاذ، أستاذ أجيب طاقة، أجيب على الطاقة المائية وعلى الطاقة الشمسية، وإذا يقول أنا من يخليني وتوافق سياسي وكذا. أي. أطلع اليوم المو قدها لا يتصدر لها. صح. هو هذا اقول لك، اليوم انا رئيس وزراء، رئيس وزراء